السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر سار للأخوة السوريين المقيمين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة الكملك الأصفر. المنظمة الدولية للهجرة والمعروفة اختصارا في تركيا باسم IOM بدأت بإرسال مساعدات مالية للعائلات المستفيدة، حيث وصلت قيمة المساعدة لبعض العائلات أكثر من 3000 ليرة تركية بحسب وضع وعدد أفراد الأسرة. طبعا يمكنكم التأكد من وصول المساعدة المالية إلى عائلاتكم من خلال دخول رب العائلة أو رب الأسرة إلى موقع الحكومة الإلكترونية A-Davlet من خلال الموبايل، وبعد الدخول إلى البرنامج اختاروا عدسة البحث، ثم اكتبوا في هذا الحقل 3 حروف فقط BTT. ستظهر لديكم عدة خيارات، طبعا ما يهمنا هو الخيار الأول. بعد النقر على الخيار الأول ستظهر لديكم هذه الصفحة، ومن خلالها سيمكنكم معرفة إن كنتم من العوائل المستحقة لهذه المساعدة، حيث ستظهر المساعدة المالية على الشكل التالي. هنا المبلغ المستحق، وأيضا سيظهر تاريخ بدء الاستحقاق 28/12/2022، كما سيظهر تاريخ آخر موعد لتسليم المساعدة، وهنا مذكور 29/4/2023، أي أن آخر يوم هو 29 من نيسان القادم. طبعا في حال كان قد تم تقييد المساعدة باسمكم، عليكم مراجعة أقرب فرع بيتيتي واصطحاب الكملك فقط، وسيتم منحكم كرت بيتيتي بعد شحنه بالمبلغ المحدد، حيث يمكن سحبه من أي صراف آلي تابع للبيتيتي، أو يمكنكم الطلب من الموظف نفسه أن يصرف لكم المبلغ المستحق مباشرة من شعبة البيتيتي بعد أن توقعوا على أوراق التسليم. مع تمنياتنا للجميع بالخير والسلامة، دمتم في رعاية الله.